تربص هذه الدورة التكوينية تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة الطائرة جاءت بعد تلبية دعوة للاتحاد الجزائري لكرة الطائرة بعدما لاحظنا أن كان نقص عدد هائل من المؤطرين في الفئات الشبانية، يعني النوادي الجزائرية تعاني من هذا النقص. نظن الدورة التكوينية تناسب كثير المترشحين تكونين من لاعبين قدماء فريق الوطني ولا راهم حاليا في الفريق الوطني، حتى المدربين اللي يعني يحتاجوا نوعا من الرسكلة. نظن الرسكلة بالنسبة للمدرب شيء ضروري في مسيرته الرياضية، لأن يعني الرياضة تستعين بالعلوم وتكنولوجيا الرياضة، والعلوم يعني راهي تمشي، العلم راه يمشي بخطوات كبيرة، ما لازمش حنا نكونوا بعيدين على القطار هذا. نظن الأمل قائم في بلادنا بتكوين مدربين من طراز العالمي إن شاء الله. الحضور ديالنا هنا إن شاء الله رحنا في التربص الدولي للمدربين درجة أولى إن شاء الله، عندنا 5 أيام والحجم الساعي بإذن الله يكون 40 ساعة فيها نظري وتطبيقي، والهدف ديالنا إن شاء الله باش نكونوا إن شاء الله بالمستقبل مدربين ذو مستوى عالي كما المؤطرين اللي راهم عندنا الحظ رحنا مع مؤطرين ما شاء الله على المؤطرين ديالنا، باش حنا اون فا سويفغ لا ميم لين ونكونوا مدربين في الجمعيات ديالنا، ونكونوا ان شاء الله لاعبات ولاعبين من مستوى عالي. خاطر الهدف الوحيد ديالنا حنا كمدربين في المستقبل هي تكوين لاعبات ولاعبين مستوى ان شاء الله باش الجزائر تبان مستوى دولي وعالمي باذن الله. بون هنا انا في دوره تكوينيه كمدرب درجه اولى دولي، هنا كما يقولوا رانا في مده 5 ايام من 14 ل 18 ان شاء الله، عندنا 40 ساعه تكوين ان شاء الله. هاد كما يقولوا الدوره هذه تكون مفيده لنا، ومنها ان شاء الله نزيدوا ناخذوا كما يقولوا معلومات اكثر تكون مفيده ان شاء الله، وان شاء الله كما يقولوا احنا هنا نخدموا الكره الجزائريه ان شاء الله، وعلاش ما طرحش المستوى عالي. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.